Il avait des éclats de balles un petit peu partout. On vient de terminer l'ablation d'un éclat de balle au niveau de sa jambe. Il reste trois autres losés au niveau de la vessie. المده اللي جابتني فرنسا هنا اللي سموه قلعوا لي منهم ثلاثه وقتاش قلعوا لك ثلاثه قلعوا لي ثلاثه من بعد المعركه بيومين انا نهار المعركه كانت في 13 وانا قبضوني في 14 قبضتني فرنسا وجابتني هنا وقلعت لي هذيك ثلاثه هو الربعه هذو الربعه هذوك راهم باقيين الى يومنا هذا الى يومنا هذه واحده منهم اليوم قلعت واحدة وباقي لي ثلاثة باقي لي ثلاثة راهم موجودين مجاهد أصيب في سنة 1959 وكان يعاني منذ تلك الفترة إلى يومنا هذا من هذه الإصابة من هذا الرصاص هذا يدل على أن الثورة ثورة عظيمة ثورة 1954 ثورة من أعظم الثورة في القرن العشرين وهذا بطاقم طبي يعتبر أحد أحفاد لأن حتى الجراح كان أبوه مرافقا لهذا المجاهد هذا يدل بلي هناك تواصل الأجيال وهناك كذلك مجاهدين موجودين على قيد الحياة ويعانون من تلك البقايا ومن أثر إما من أثر التعذيب أو من أثر الإصابات بالرصاص كالمجاهد نتاعنا اليوم. راهم اليوم قالوا عندنا بعض المجاهدين بزاف اللي هم قاعدين ما قالوش لخاطر المجاهدين هذو ملي كانوا صغار وكان فيهم اللحم شوية ما كانش الرصاص يضرهم الآخر كي بقاو الرصاص هذاك راه يهز العظام وراه يضرهم ذوك. وحنا بالنسبة لهذا النهار اليوم راك تشوف احنا الحمد لله اليوم بلادنا راها تحمد ربي. عملية جراحية للمجاهد الحاج مقدس الشيخ انتزع خلالها بقايا رصاص كانت بجسمه مدة منذ أن ألقي عليه القبض وهو مجروح بتاريخ 13 مارس 1959 بمعركة بخالد ولاد بخالد. منذ ذلك الحين من 59 ليومنا هذا الرصاص مازال موجود في جسمه. هذه قناة البلاد الله يحفظها والله يكون معها والله يعاونها ان شاء الله والله عمل الله تبارك وتعالى يسمع الكلمة تاعها تاع الخير ان شاء الله والكلمة تاع الشر ان شاء الله باسمه يمحيها الله ان شاء الله.